الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا من فضلك العظيم وفيضك العميم ورحمتك الواسعة أن تعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا علما نصير به كاملين، وشفع فينا سيد المرسلين، واكتبنا في الذاكرين ولا تكتبنا في الغافلين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم بلا سابقة عذاب ولا هوان يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم فهمنا أسرارك وألبسنا ملابس أنوارك، وخذ بأيدينا إليك في كل أحوالنا، وأصلح اللهم قلوبنا، وأذهب عنا الأمراض والآلام من أبداننا، وارحم اللهم الذين سبقونا إليك على الإيمان، واجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان، يا رحمن، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده نواصل الفهم والإفهام مع الشرح والبيان في هذه التكملة التي وضعها شيخنا وشيخ العلماء في عصره أستاذنا الكبير المرحوم محمد محي الدين عبد الحميد. صنف هذه التكملة في تصريف الأفعال، لأنه وجد في شرح ابن عقيل أن هناك أشياء في تصريف الأفعال لم تأتي في مكان واحد وإنما توزعت فجمعها، وهناك معان ومبان لم تأتي في الكتاب. لماذا؟ لأن صاحب الكتاب يسير على نمط واحد، وربما يفوت هذا النمط كثير من الأفعال أو من تصاريف الأفعال. فكان من شيخنا أنه جمع كل هذه الأمور ونظمها وأكملها وبينها بلسان مبين،
يعني بلسان يتفق معنا في عصرنا هذا، لأن ابن عقيل كان في عصر سابق من مئات السنين، وكل عصر له ما يتفق معه. والبلاغة كما عرفنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، حال السامعين، حال المتكلمين، حال الذين يعيشون في مصر، حال الذين يعيشون في إندونيسيا، في ماليزيا، لأنه لكل مقام مقال، لكل مقام إيه؟ ولذلك الذي يشرح هنا في موضوع لو انتقل بنفس الموضوع إلى مكان آخر غير فيه الكلام في التعبير عن الموضوع ليكون الكلام مناسبا للسامعين. المعاني واحدة ولكن التعبير عن هذه المعاني بحسب المقامات، وكلما اختلف المقام اختلف المقال. ولذلك قالوا في قاعدة لكل مقام مقال، وأيضا لو قلت لكل مقال مقام فالمعنى صحيح، لأنه إذا قلت كلاما فلا بد أن يكون الكلام مطابقا للمقام. إذا كل مقال يختلف عن الآخر جاء الاختلاف من خلال اختلاف المقامات. ولهذا الكلام في أيام الصحابة يختلف عنه في أيامنا مع أن المعنى واحد. المعنى إيه؟ المعنى الذي كان في أيام الصحابة هو في أيامنا هذه، ولكن اختلف المقال لاختلاف الأحوال مع بقاء المعنى خالدا على مدى الزمن. بتوفيق الله وفضله ومنته وصلنا في هذا الكتاب، كتاب التكملة في تصريف الأفعال، إلى الفصل في الناقص الذي عرفناه بأنه ما كانت لامه إيه؟ حرف علة، لأن حرف العلة إذا جاء في البداية يعني في فاء الكلمة فالكلمة يقال لها مثال، يعني على مثال الصحيح، وصل، يسر. فلذلك في البداية لا تأتي الفاء إلا من قبيل الواو والياء فقط. أما إذا كان حرف العلة في وسط الكلمة إذن وسط الكلمة ضعيف فيقال له أجوف. أما إذا كان حرف العلة في آخر الكلمة إذن نقصت الكلمة فيقال له إيه؟ ناقص. إذن الناقص ما كانت لامه إيه؟ حرف علة. وأنا قلت في اللقاء السابق لماذا سمي ناقصا؟ أن حرف العلة ضعيف، إذن جاء الحرف الأول قويا وجاء الحرف الثاني قويا وجاء الثالث ضعيفا. كان أستاذنا يسري زعير يقول الحرف العلي نصف حرف، يقول هذا حتى نفهم بأن حرف العلة يكون من ضعفه لا يساوي حرفا صحيفا وإنما يساوي نصف حرف صحيح. إذا صارت الكلمة على حرفين صحيحين وعلى حرف عليل كنصف حرف، إذا كانت الكلمة هنا ناقصة، ولذلك يسمى إيه؟ ناقصا. إذا الناقص ما كانت لامه حرف علة. وفي آخر الكلمة طالما جاء آخرها حرف علة
فإن الواو قد تأتي أو الياء أو الألف، يعني حروف العلة الثلاثة تأتي في موضع اللام. طيب سرنا في هذا وقلنا أنواعه على التفصيل ستة، وأتينا على هذه الستة بالتمثيل، وستعاد مع حكم الماضي وحكم المضارع. حكم الماضي قبل اتصاله بالضمائر، وسيأتي بعد ذلك المضارع، ثم يأتي الأمر، لأن الفعل على هذه الأحوال الثلاثة، ونحن قلنا إن الفعل حدث يكون في زمن. الأفعال كلها على هذا الحال، الأفعال أحداث، والأحداث ترتبط بالزمن بخلاف الأسماء، فالاسم دائما لا يرتبط بزمن، يعني يبقى في الدنيا وفي الآخرة على شكل واحد. أما الحدث فإنه يرتبط بالزمن ويتغير شكله بتغير الزمن، الذي حدث في الزمان الماضي له شكل ثم يتغير إلى الزمان الحاضر. إذن الفعل المضارع يختلف في شكله عن الفعل الماضي، وفعل الأمر وهو الحدث المطلوب في المستقبل أيضا يختلف شكله. إذن تغيرت الأفعال باختلاف الأزمان، اختلاف الأزمان. الآن نحن مع الناقص الماضي، إما أن يكون متصلا بالضمائر يعني بلا اتصال، وإما أن يكون متصلا بالضمائر، وسنرى الآن إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. آمين. حكم ماضيه قبل الاتصال بالضمائر. أما ما عدا الثلاثي المجرد فيجب في جميعه قلب اللام ألفا. ما عدا الثلاثي المجرد يعني الرباعي المجرد يجب في جميعه قلب اللام ألفا، والأمثلة ستوضح هذا إن شاء الله. نعم. وذلك لأن اللام في جميعها متحركة الأصل مفتوح ما قبلها، فحيثما وقعت الياء أو الواو في إحدى هذه الصيغة فلن تقع إلا مستوجبة لقلبها ألفا. نعم، اقرأ الهامش. غير أن الذي أصله الياء في هذه الصيغ جميعها قد قلبت ياؤه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها من غير وساطة شيء آخر، بخلاف ما أصله الواو منها نحو أعطى، إذ أصله أعطى. الأصل في أعطى أعطوى، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. نعم. على مثال أحسن، فإن هذه الواو تنقلب ياء أولا لكونها وقعت رابعة فصاعدا فيصير أعطى أعطيا، ثم تقلب الياء ألفا، ولهذا السبب فإنهم لا يفرقون في غير الثلاثي المجرد بين ما أصله الياء وما أصله الواو في الكتابة،
وعند الإسناد لألف الاثنين مثلا بل يكتبون الجميع بالياء ويقلبون ألفه ياء عن الإسناد لألف الاثنين إشارة عند الإسناد لألف الاثنين. هو كتب عن لكن هي عند. ويقلبون ألفه ياء عند الإسناد لألف الاثنين إشارة إلى أن أصله الذي هو الواو قد صار إلى الياء قبل أن يصير ألفا. وكذلك عند الإسناد إلى الضمائر المتحركة نحو أعطيت وأرضيت وتزكيت من الواو. هو يعني أراد أن يقول أن هذه الواو تقلب ياء لا تطرفها رابعة فصاعدة، هذه قاعدة، لكن في النهاية بعد أن تقلب ياء تقلب ألفا. إذن الياء تحركت أو الواو تحركت وانفتح ما قبلها فالقاعدة واحدة، سواء قلبت الواو ياء ثم قلبت الياء ألفا فدائما ما عدا الثلاثي المجرد فإن الواو أو الياء تطرفت وانفتح ما قبلها، وكل حرف عليل واو أو ياء إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب إيه؟ ألفا، سواء كان في الطرف أو كان في الوسط. لماذا؟ لأن هذه قاعدة لتخفيف الكلمة. قال أصلها قولا، وباع أصلها بيعا، وأعطى أصلها أعطوى. نرى أن الواو والياء سواء كانت في الوسط أو في الطرف القاعدة واحدة، وهو إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها فالواجب أن تقلب إيه؟ ألفا، وهذا للتخفيف. نعم. فتخلص لك من هذا الكلام أن لام الناقص في ماضي ما زاد على الثلاثة تعتل بالقلب ألفا البتة. هذا هو الخلاصة. لام الناقص في الماضي الذي زاد على ثلاثة أحرف يعني فعل ماض على أكثر من ثلاثة أحرف تقلب واوه وياؤه ألفا لتحركها وانفتاح إيه؟ ما قبله. نعم. ولكنها على نوعين في ذلك، الأول ما يحدث له هذا الإعلال بلا واسطة وهو الياء، والثاني ما يحدث له هذا الإعلان بعد قلب حرف العلة فيه ياء وهو الواو. على كل حال وفي النهاية سنقلب حرف العلة ألفا في نهاية الكلام، سواء قلبنا الواو ياء ثم الياء قلبت ألفا أو جاءت الياء متحركة وانقلبت ألفا، المهم أن الواو والياء إذا وجدت في عين الكلمة أو في لام الكلمة وهي أي الواو أو الياء متحركة مع انفتاح ما قبلها تقلب إيه؟ ألفا، وهذا كله للتخفيف والتيسير، لأن لغة القرآن تحمل الخفة بين جنبيها، والعربي لا يحب أن يقول كلاما فيه ثقل، حتى الكلمات التي فيها ثقل لا نراها مشهورة على ألسنة العرب، لما نطق بها واحد ثم انتهى أمره وحفظت عنه، ولذلك قال هذا شاذ، ودائما عندنا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ذلك العقاد رحمه الله لما فهم اللغة على هذا الفهم الرائق قال ما قيل عن الإمام علي بن أبي طالب في مثل هذا المقام من أنه قال كلمات في عبارات وفيها ثقل، هذا موضوع على الإمام علي وليس على لسانه. لماذا؟ لأنه كلام لا يصدر من
واحد في العرب يكون فصيحا. فما الظن إذا كان الذي نسب إليه الكلام تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حينما وضعوا له ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المستر بشناترك، واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها حماطة جلجانب، أظن يعني أنكم قلتم تحول الشيخ إلى لغة أخرى. صحيح، هذا كلام لا يصدر عن الإمام علي، إنما هذا موضوع عليه. ولذلك نرى أن كل كلام جاء من الفصيح تراه سهلا ميسورا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل هذه الإعلالات والإبدالات التي ندور فيها مع أهل الصرف القصد منها التخفيف حتى تكون الكلمة بلا ثقل. نعم. نحو سلقى وقلسى وأعطى وأبقى ودار ونادى واهتدى واقتدى وانجلى وانهوى وتلقى وتزكى وتراضى وتعامى واستدعى واستغشى. أو كل هذه الكلمات انتهى بالألف. إذن هذه الألف أصلها إما أن يكون الواو وإما أن يكون الياء. سواء كان أصلها الواو أو الياء فإنه يكون متحركا، لأن الفعل الماضي يبنى على الفتح. إذن الفعل الماضي بهذا الشكل في الناقص كان أصل آخره إما أن يكون واوا وإما أن يكون ياء، وقد تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت إيه؟ ألف، وانتهى الأمر. نعم. والأصل في جميع ذلك أبقيا، مثلا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار أبقى وقس الباقي. وعلى هذا أبدا فقس على رأي أهل الفقه. نعم. أما الثلاثي المجرد فإما أن تكون عينه مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. ثلاثي المجرد عينه أحيانا تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. المفتوحة هي التي تؤثر. نعم. فإن كانت عينه مضمومة فإن كانت اللام واو سلمت. سروى، تحركت الواو صحيح ولكن فتح ما قبلها ضم ما قبلها، ونحن لا نقلب الواو ألفا ولا الياء إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها. لكن هنا تحركت الواو وضم ما قبلها، ولذلك تبقى الواو ولا تقلب، سروى. نعم. وإن كانت ياء انقلبت واوا لتطرفها إثر ضمة نحو نهوى. نهوى أصلها نهيا، لأنها من النهية، نهية العقل، فأصل نهوى نهويا. الياء تطرفت وقبلها إيه؟ ضمة. هل المناسب للضمة الياء أم الواو؟ الواو، لأن الضمة تناسب الواو، لأن الواو تتولد من الضمة، الياء تتولد من الكسرة. ولذلك نرى أن الفعل صار نهوى، مع أن الكلمة من النهية أو النهي، فهذه الياء قلبت واوا لتطرفها وضم ما قبلها، لتطرفها مع إيه؟ ضم ما قبلها. وهذا من المواضع التي وجدناها هناك في الإعلال والإبدال، قلب الياء واوا،
وهناك الموضع الآخر قلب الواو ياء، وقلب الواو والياء ألفا. يعني هذه مواضع مرت والحمد لله في ألفية ابن مالك. نعم. وإن كانت عينه مكسورة فإن كانت اللام ياء سلمت. إن كانت العين مكسورة كسرة تناسب إيه؟ تناسب الياء، نحو باقي ياء. فعل هنا فعل آخره ياء وقبلها كسر، إذا استراحت. طالما الياء متطرفة وقبلها كسرة، الكسرة تناسب إيه؟ تناسب الياء، ذلك بقيت الياء باقي ياء. نعم. وإن كانت واوا انقلبت ياء لتطرفها إثر كسرة، النحو رضياء. يعني إن كانت اللام ياء وقبلها كسرة خلاص لا شيء في هذا، لكن إن كانت واوا، يعني إن كانت الكلمة في آخرها واو قبلها كسر، نقول الكسر لا تناسب الواو، لما الكسر تناسب إيه؟ الياء. راضية من الرضوان، إذا الأصل راضية إيه؟ راضي واو، ثم تقلب الواو إلى ما يناسب الكسرة، فالمناسب للكسر إيه؟ ياء، تقول راضية، رضي الله عنه ورضوا عنه. يعني ننظر إلى راضية الواو قلبت إيه؟ ياء، لكن وراضوا الواو جاءت متطرفة بعد ضم بقيت. إذا المثالان في هذه العبارة رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وإن كانت عينه مفتوحة وجب قلب لامه ألفا. العين المفتوحة الفتحة تناسبها الألف، إذا ما بعد العين المفتوحة واوا أو ياء تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. الحمد لله. واوا كان أصلها أو ياء لتحرك كل منهما وانفتاح ما قبله. نعم. نحو سما ورما. سما هات المضارع يسمو، إذا الألف أصلها إيه؟ واو. طب رمى هات المضارع يرمي، إذا الألف أصلها إيه؟ ياء. طالما تطرفت وهي متحركة بعد فتح الواو أو الياء كذلك تقلب إيه؟ ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. هذا كله في الماضي. هات المضارع. حكم مضارعه قبل الاتصال بالضمائر. النظر في المضارع يتبع حركة ما قبل الآخر، فإن كانت ضمة وهذا لا يكون إلا في مضارع الثلاثي والواوي. والواوي صارت اللام واوا. طيب اقرأ الهامش. سواء أكان من باب نصر ينصر نحو دعا يدعو، أم كان من باب كرم يكرم نحو سروى ويسرو. نعم. ساكنة في حالة الرفع. هو دائما حركة ما قبل الحرف في الأخير لها تأثير على الحرف الأخير. الحركة ضم وبعدها واو، ضمة وبعدها واو، إذن تبقى الكلمة على حالها. نحو إيه؟ يسرو ويدعو. دعا هذا هو الماضي، سرى هو الماضي. هات المضارع. تقول يسرو يدعو. نعم.
تظل الواو لأن الواو متطرفة وقبلها ضمة، والضمة تناسب الواو، فإذا كانت الكلمة على هذا الحال فإنها تظل على ما هي عليه، يسرو ويدعو. وإن كانت كسرة ويكون ذلك في مضارع الثلاثي اليائي وفي مضارع الرباعي كله وفي مضارع المبدوء بهمزة الوصل من الخماسي والسداسي صارت اللام ياء. اقرأ كده. وتأخذ ما أخذته أخذته الواو من التسكين حال الرفع والفتح حال النصب والحذف حال الجزم. هات المثال. نحو يرمي رمى يرمي وعطى يعطي. ما معنى عطى؟ عطى يعني مد عنقه كأنظبية تعطو إلى وارق السنن، هكذا قال الشاعر، تعطو يعني تمد عنقها إلى وارق السلم، أي إلى الأوراق التي في شجر السلم، وشجر السلم شجر له شوك، إلا أن الناقة أو الجمل يمد عنقه. إذن يعطو وتعطو يعني يمد العنق، لأن الجمل بعنقه الطويل يمده إلى الأوراق التي في مكان عالٍ، ويأتي بالأوراق ليأكلها كأنظبية تعطو إلى وارق السلم. الظبية كذلك. نعم، فالمضارع من عطى تقول يعطي. أما إذا زدت الفعل بهمزة الرباعي تقول أعطى، تقول في المضارع إيه؟ يعطي. نعم. يرمي ويعطي وينهوي ويستولي، هذا فيما زاد على ثلاث، انهوى خماسي، استولى سداسي. كل هذه الكلمات أصل آخرها إما الواو وإما الياء وقبلها كسرة، فالياء تظل على حالها والواو تطرفت رابعة فصاعدة بعد كسر، فالتي بعد الكسر إن كانت ياء فالكلام على ما هو عليه، أو إن كانت واوا فالواو لا يناسبها الكسرة، الواو لا يناسبها إيه؟ إذن ماذا نصنع؟ تقلب الواو إيه؟ ياء لمناسبة الكسر. نعم. وإن كانت الحركة فتحة ويكون هذا في مضارع الثلاثي من بابي علم وفتح، وفي مضارع المبدوء بالتاء الزائدة من الخماسي صارت ألفا، نحو يرضى ويطغى ويتولى ويتزكى. اقرأ الهامش في أربعة. ولا تظهر عليها حركة أصلا لتعذر أنواع الحركات كلها على الألف، وتحذف في حالة الجزم كأختيها. نعم. عندك راضية والمضارع يرضى، وأصل راضية رضوى، وقعت الواو متطرفة بعد كسرة فتقلب إيه؟ تقلب ياء، راضي ياء. هات المضارع تقول يرضى، وأصل يرضى إيه؟ يرضى واء، تحركت الياء يعني تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت إيه؟ ألف، وتكتب ياء. طيب، ويطغى، طغى من الطغيان،
إن كانت ياء أو واوا تحركت وانفتح ما قبلها فتقلب إيه؟ ألفا. ويتولى كذلك ويتزكى كذلك. إذن كل حرف من آخر الفعل الناقص آخره واو أو ياء والحركة قبل هذا الحرف وهو لام الكلمة، هذا الحرف قبله فتحة، فإن الحرف ينقلب إلى الألف. لماذا؟ لتحرك الواو أو الياء وانفتاح ما قبلها. وهذه صارت قاعدة في كل كلمات اللغة العربية، أي حرف عليل واو أو ياء تحرك وانفتح ما قبله فإنه يقلب إيه؟ ألفا مباشرة. نعم. حكم الماضي عند الإسناد إلى الضمائر ونحوها. إذا أسند الماضي إلى الضمير المتحرك فإن كانت لامه واوا أو ياء سليما. واوا هو يعني انظر كده في الهامش. النظر هنا إلى النطق لا إلى الكتابة، والمدار على حالة الفعل الراهنة لا على أصله. دائما يعني الحكم لا يكون على المكتوب إنما يكون على المنطوق، إذن العبرة بالنطق لا بالكتاب. نعم. فمثلا رمى وأعطى واستدعى تعتبر تعتبر لامتهن ألفا لا ياء. اللامات ألف، ولا يقال إن اللام ياء، لأنه يقال كما عرفنا العبرة بالنطق لا بالكتاب. نعم. ونحو ربي نعم. ونحو ربي ورجي ورجي وجويا نعم. تعتبر لامتهن ياء ياء. وإن كان الواو. لأن العبرة بالنطق. رضي آخرها ياء، مع أن أصلها رضوى، يا أصلها الواو. راجيا أصلها رجوى من رجا يرجو. وجاويا أصلها جاوي وا، لكن قلبت هذه الواوات في نهاية الكلمات ياء لأنها وقع بعد كسر. وقع بعد إيه؟ بعد كسر. نعم. تقول سروت ورضيت. سلمت الواو أو الياء. سروت ورضيت. نعم. وإن كانت اللام ألفا قلبت ياء فيما زاد على الثلاثة وردت إلى أصلها في الثلاثي، تقول أعطيت واستدعيت. أعطيت أصلها أعطوت. إذا ردت إلى أصلها في الثلاثي وقلبت ياء في غير الثلاثي، يعني أعطى رباعي الهمزة والعين والطاء والألف التي من غير اتصال أعطى، أما إذا اتصلت قلبت الألف ياء، مع أن الألف أصلها الواو، لكن عند الاتصال بالضمائر لو جاءت الواو لكانت الواو ثقيلة، فللثقل لا تقلب واوا، ما تقلب ايه؟ ياء. نعم. وتقول غزوت ودعوت وسموت. هذا في الثلاثي، لأن الثلاثي نقول تقلب واوا لأن أصلها الواو، فغزى من الغزو، غزى أصلها غزوة،
هذا ثلاثي، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. عند الإسناد إلى ضمير رفع متحرك فإن الألف تعود إلى أصلها، تقول غزوت، ودعا تقول إيه؟ دعوت. سما تقول في الإسناد إيه؟ سموت. نعم. وتقول رميت وكليت وبنيت. لأن الألف أصلها الياء، رمى من الرمي، وكنى من الكناية، وبنى من البنيان، إذن الألف أصلها ياء. ولذلك قلنا في القاعدة إذا كانت الألف في الفعل الماضي الناقص، إذا كانت الألف أصلها الواو ترد إلى الواو، أصلها الياء ترد إلى الإيه؟ الياء. هذا في الثلاثي. أما في الرباعي فإنها تقلب ياء مطلقا. نعم. وإذا اتصلت به تاء التأنيث فإن كانت اللام واوا أو ياء بقية وانفتحة تقول سروا ورضيا. مع تاء التأنيث، لأن تاء التأنيث ساكنة، ومع سكون تاء التأنيث إذن انفتح الباب إلى حركة ما قبلها، تقول سروت رضيت. نعم. وإن كانت اللام ألفا حذفت في الثلاثي وغيره. دعا تقول فاطمة دعت الناس في يوم كذا، وخديجة سمت إلى درجة كذا، وفلانة غزت ورمت وبنت وكانت. نعم. تقول دعت وسمت وغزت ورمت وبنت وكانت. نعم. وتقول أعطت ووالت واستدعت. أعطت، حذفت الألف في كل هذا لأن الإسناد كان إلى تاء التأنيث. إذا الإسناد إلى تاء التأنيث أراحنا من هذه النهايات في هذه الكلمات، لأنه كانت النهاية بالألف، فلما جاءت تاء التأنيث وهي ساكنة والألف ساكنة، ماذا نصنع؟ هل يلتقي ساكنان؟ لا، إذن لابد من حذف أحد الساكنين. هل يحذف ما يدل على التأنيث أم تحذف الألف؟ تحذف الألف التي هي حرف من حروف الكلمة ولا يؤثر حذفها، يعني حذفها لا يؤثر في معناها ولا في معناها، فتقول دعت سمت غزت. فإذا حذفت التاء رجعت الألف، تقول دعا سما غزا رمى بنى. نعم يا سيدي. وإذا أسند الماضي إلى الضمير الساكن فإن كان ذلك الضمير ألف الاثنين بقي الفعل على حاله واويا كان أو يائيا تقول سروى ورضيا. نعم، الفعل الذي آخره واو أو ياء واتصل به ألف الاثنين سروا، المحمدان سروا ورضيا. إذن لو جاءت ألف الاثنين فالألف هنا يعني تدل على المعنى في الفاعل وهي ساكنة، فيبقى الفعل على حاله، ولذلك يبنى على الفتح لاتصاله بألف الاثنين سروا رضيا. نعم. وإن كانت لامه ألفا قلبت ياء فيما عدا الثلاثي وردت إلى أصلها في الثلاثي تقول أعطيا وناديا وناجيا واستدعيا. إن كانت اللام ألفا قلبت ياء في غير الثلاثي، وفي الثلاثي ترد إلى أصلها، تقول أعطى ك
كم حرفا؟ 4. فإذا أسندت هذا الفعل الرباعي، أسندت الفعل الرباعي إلى ألف الاثنين، تقول أعطى بألفين. إذن لابد من رد الألف إلى حرف يتحمل الحركة، تقول أعطيا، ولذلك قال قلبت الألف ياء، سواء كان أصلها الياء أو أصلها الواو، حتى تظهر الحركة الإعرابية على هذه الياء. الياء خفيفة أخف من الواو، وعليها تظهر الحركة، تقول أعطيا المحمدان، أعطيا وناديا وناجيا واستدعيا. إذن اللام إذا كانت في غير الثلاثي واتصل بالفعل ألف الاثنين فواجب أن ترد الألف إلى إيه؟ الياء، وتظهر عليها علامة الإعراب وهي الفتحة بناء، فتقول أعطيا ناديا. نعم. وتقول في الثلاثي، وتقول غزا، هذا ثلاثي أصله غزا، ثم أتيت بألف الاثنين فترد الألف في الثلاثي إلى أصلها، لأن الثلاثي خفيف يتحمل الواو ويتحمل الياء، تقول غزا. نعم. ودعوى ورميا وبغيا. نعم، اقرأ الهامش. لم تقلب هنا الواو والياء ألفا مع تحركهما وانفتاح ما قبلهما، لأن ما بعدهما ألف ساكنة، فلو انقلبت إحداهما ألفا لالتقى ساكنان، فيلزم حينئذ حذف أحدهما، فيصير اللفظ غزا مثلا، فيلتبس الواحد بالمثنى. هذا فيه رد على من يقول لماذا لم تقلب الواو ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها. يعني أنت قلت إن القاعدة إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت إيه؟ ألفا. إذا لم يمنع مانع، إذا يضاف إلى القاعدة، إذا لم يمنع إيه؟ مانع. ما المانع هنا؟ لأنك إذا قلبت الواو ألفا يلتقي ألفان، لأنك ستقول غزوا وتقلب الواو ألفا فتلتقي بالألف التي بعدها، فيصير عندنا إيه؟ ألفان. ماذا نصنع؟ نحذف أحدهما وتصبح الكلمة إيه؟ غزا. إذن هنا التبس علينا المثنى بالمفرد. إذن لبقاء معنى التثنية تبقى الواو متحركة بعد فتح، تبقى الواو إيه؟ متحركة بعد إيه؟ فتح. إذن قاعدة إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها أو الياء نقول إذا لم يمنع من ذلك مانع. طب متى يمنع المانع؟ تقول إذا كان الفعل مسندا لألف الاثنين، إذا كان الفعل إيه؟ مسندا لألف الاثنين. نعم يا سيدي. وإن كان الضمير واو الجماعة حذفت لام الفعل واوا كانت أو ياء أو ألفا، وبقي الحرف الذي قبل الألف مفتوحا للإذان بالحرف المحذوف، وضم الحرف الذي يعني اكتب على الإذان، قل لي الاستدلال على الحرف المحذوف، يعني الحركة الموجودة دليل على الحرف المحذوف. وضم الحرف الذي قبل الواو والياء لمناسبة واو الجماعة
نعم. تقول: أعطوا واستدعوا ونادوا وغزوا ودعوا ورموا وبغوا. يعني أعطوا أصلها أعطى، فلما جاءت واو الجماعة وجدنا الألف ساكنة، وواو الجماعة أيضا ساكنة، إذا معنى هذا أنه التقى ساكنان، ماذا نصنع؟ إذا لابد من حذف أحد الساكنين، تحذف إيه؟ تحذف الألف ولها ما يدل عليها. الذي يدل عليها؟ ها؟ فتح. ولذلك حذفت الألف والفتحة تدل عليها، فتصير الكلمة إيه؟ أعطوا المحمدون، أعطوا للعلم حقه، أعطوا. إذن الفعل هنا فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة، لماذا؟ لالتقاء الساكنين. والفتحة قبلها يعني قبل الألف المحذوفة تدل عليه. نعم. وتقول: ثروا وبذوا ورضوا وبقوا. نعم. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك. ونادوا يا مالك، أصلها نادى بالألف، فلما جاءت الواو صارت ناداو والتقى إيه؟ ساكنان، فتحذف الألف ويبقى ما قبلها مفتوحا ليكون دليلا على المحذوف. نعم. وقال: واستغشوا ثيابهم. أصله استغشى وجاءت واو الجماعة فحذفت إيه؟ الألف وبقيت الفتحة دليلا على المحذوف. وقال: دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله مخلصين له الدين. وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا، نعم. وقال: فنسوا حظا مما ذكروا به. هذا كله عرفنا أن الكلمة حصل فيها ما حصل، وذلك للتخفيف، لأن لغة القرآن أخف اللغات، وإذا حدث شيء يثقل فلا بد من تغييره. لماذا نغير؟ بالقلب أو الحذف أو التحريك. هذا كله كما عرفنا من علماء اللغة لتكون الكلمة سهلة على اللسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لو قلنا ورضوا لأنها من الرضوان ستكون ثقيلة، رضوا، لا 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 هذا لا يكون، لأن الواو في نهاية الكلمة فيها سكون والواو التي بعدها ساكنة، وعلى هذا لا يمكن أن ننطق بالساكنين. ماذا نصنع؟ تحذف الواو وتبقى الضمة دليلا عليه، وتبقى إيه؟ الضمة دليلا عليها. ومنها نسوا حظا مما ذكروا به. بهذا يعني نكون انتهينا من هذه الأحكام، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، سائلين المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وألف يا مولانا بين قلوبنا، واجمعنا على طاعتك يا ربنا، ويسر اللهم لنا جميع أحوالنا،
إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. اللهم آمين آمين آمين. إن شاء الله تعالى يعني كان من المتوقع أن نأتي بشيء في الأدب ليكون بمثابة الحلوى بين علمين فيهما شيء من الخشونة، فالنحو والصرف فيهما من الخشونة ما فيهما، ويحتاج هذا إلى بسط حتى تستريح النفس، وهذا لا يكون إلا في الأدب، يعني في محاسن الشعر والنثر. إن شاء الله تعالى نويت، والمولى عز وجل هو صاحب الفضل، أن آتي لبردة شيخنا الجعفري. شيخنا الجعفري له بردة على سنة بردة البصيري، إلا أنه كما قال لنا في هذا المكان، كنت أيامها مدرسا في المعاهد، قال: أنا أردت أن أمدح جدي الإمام الحسين، ولكن بعد أن كتبت أبياتا رأيتني في المنام مع جدي الحسن وجدي الحسين. أما جدي الحسين كان فرحا، لماذا؟ لأنني أتكلم عنه مادحا له، ولم أتكلم عن جدي الحسن. فكان جدي الحسن يسمع وهو فرح، هذا جدي الحسين. أما جدي الحسن فقال: يا صالح، أما ذكرتني بعد بيتين أو ثلاثة؟ يقول هذا شيخنا، ونحن كنا معه في هذا الصحن، كنا في الشتاء، فجلس في الشمس بعد الظهر وحكى لنا ما جرى بينه وبين جده الحسن والحسين. قال: فلما تيقظت أمسكت بالأوراق التي كتبتها ومزقتها. قلت: أنا أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمدح آل بيت رسول الله. قال: وبدأت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سميت هذه القصيدة البردة الحسنية الحسينية في مدح آل خير البرية، هذا عنوانه. وبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يبدأ بأحد سواه. وبعد ذلك تكلم عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وكلما رأيت واحدا من آل البيت ذكرت له بيتا أو أكثر. قال: كل من ذكرتهم في هذه القصيدة التي سماها بالبردة أيضا، قال: كل من ذكرتهم رأيتهم في المنام. قال: ذكرت سيدتنا مريم وهي أم نبي الله عيسى، قال: رأيتها في المنام وأنا هنا في جبل الدراسة. الدراسة كانت جبلا والآن صارت عامرة بالأحياء والأموات. قال: فلما رأيتها وضعت لها بيتا، وكل
شخصية من الأولياء رأيتها في المنام وضعت لها. فإن شاء الله تعالى أنا قلت هذا لأحد العلماء له إن شاء الله أنا سأشرح هذه القصيدة في مكان البردة التي سبقت، وعلى هذا يكون قد اجتمع عندنا من قصائد البردة قصيدة البردة لسيدنا كعب بن زهير، وهي البردة التي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم منحة وعطية أمام أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبردة المنامية لسيدنا البوصيري، وبردة شيخنا الجعفري، وإن شاء الله تعالى سيكون لها في اللقاء التالي بيانا وسنبدأ فيها إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والتيسير. ودائما هؤلاء الذين كتبوا البردة كانوا محبين وكانوا من أهل الاتصال التام برسول الله صلوات الله عليه، وإلا ما كتبوا عنه شيئا، لأن الشعر دائما قالوا الشعر يذكيه الحرب والحب، يعني إذا أحببت كتبت الشعر، وإذا وقعت في الحرب كتبت الشعر، لأن الحرب تؤدي إلى الموت، وعلاقة المحبة تؤدي إلى الصفاء، وهذه التصفية تكون هنا وهناك، ومن هنا ينبع الكلام من خلال التصفية، إما من المحبة وإما من الحروب. فإن شاء الله تعالى نسأل الله التوفيق والسداد في اللقاء التالي. وكلمت أحد المحبين لشيخنا الجعفري فقال هناك من شرحها شرحا ظهر مطبوعا، وهو من إخواننا الذين يحبون شيخنا الجعفري، وسأرى هذا إن شاء الله، وأنا سأقوم على شرحها إن شاء الله بما فتح الله به علينا انتفاعا بالعلم وانتفاعا بأهل العلم، ونسأل الله التوفيق والتيسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلمة نقولها في البلاغة، والبلاغة علم لا بد منه لمن أراد أن يفهم عن الله أو عن رسول الله أو عن أي واحد من الذين لهم كلام يحتج به، إذن فلا بد أن يكون المرء فاهما لهذا العلم، لأنه إخراج لأسرار نظم الكلام، يعني الكلام المنظوم فيه سر في نظمه، ولذلك الشيخ عبد القاهر نظم القرآن هو الذي دعاه إلى إخراج علم النظم، وعلم النظم وعلم البلاغة، يعني تقدم المفعول تؤخر المفعول، تجعله وسطا بين الفعل والفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه إياك نعبد، المفعول مرة يأتي في مكانه على أصله، ومرة يأتي بين الفعل والفاعل، ومرة يأتي مقدما على الفعل. لماذا؟ إذن هنا أسرار. وأحيانا يحذف المفعول، وأظن هذا ما وقفنا عليه. طيب، وسنقرأ الآن أغراض إيه؟
أغراض حذف المفعول. نعم. طيب، نسأل الله التوفيق والتيسير. قولوا قلنا قصد التعميم ولا يعني انتهينا من قصد التعميم؟ البيت ايه؟ ذو الرمة؟ يعني نحن نقول في حذف المفعول إنه يحذف لعدة أغراض، لأن المفعول في الأصل أمر زائد على أصل الجملة. إذن فأصل الجملة من الفعل والفاعل، وما زاد على ذلك فإنه زيادة على أصل الجملة. فأنت إذا حذفته فإنه ربما قال قائل: لماذا حذفته؟ مع أنه وإن زاد على أصل الجملة لكن كان يمكن أن نذكره، فلماذا لم تذكره؟ إذن هنا نقول له: والله نحن حذفناه لأننا نريد أن الفعل متصل بفاعله ولا نريد زيادة، أو أن الفعل حينما يكون مع الفاعل فقط يكون عاما في كل مفعول. وهذه أسرار وجدها علماء البلاغة من كلام العرب قبل نزول القرآن الكريم. نعم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما لأنه أريد ذكره ثانيا، وإما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه، فقول البحتري أيضا: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. مثلا أو مثلا، يعني وحذفه من الأول من الفعل الأول وذكره في الفعل الثاني. إذن السر في الحذف إنما هو إرادة تمكين هذا المفعول في النفس بحذفه أولا وذكره ثانيا، لأنك إذا حذفته أولا نبهت المخاطب إلى مفعول أنت حذفته، إذن جعلت الأذهان تبحث عنه، فإذا رآه السامع في الجملة التالية مذكورا أخذه سريعا وثبته في نفسه. إذن أنت لم تذكره في البداية لتجعل النفس تشتاق إليه، فإذا ما ورد في النهاية في الجملة الثانية جاء إليك المفعول وأنت مشتاق إليه. والأمر إذا جاء للإنسان مع الشوق إليه كان له ثبات في النفس، إذن يثبت المعنى في النفس إذا كنت مشتاقا إليه. إذن هو يحذفه للتشويق، فإذا ما ذكره يذكر مع الشوق إليه فيثبت. ولذلك يقول: قد طلبنا، حذف المفعول ثم أتى بجملة ثانية: فلم نجد لك السؤدد والمجد والمكارم مثلا. إذن حذف مثلا الأولى، لماذا؟ لأنه جعل الأولى محذوفة لتشويق السامعين،
فلما جاءت الثانية جاءت على شوق، فإذا ما جاءت على شوق ماذا يحدث؟ تسقط في النفس. وعلى هذا درج الناس في الأمور المهمة، إذا كان الأمر مهما يأتي بعد شوق ليثبت في النفس، كالرجل الذي يتزوج ولم يولد له، إذا ليس له ولد ماذا يصنع؟ يشتاق ويذهب إلى الأطباء ويحاول، وبعد 10 سنوات أعطاه المولى الولد، ماذا يكون أثر هذا الولد عند أمه وأبيه؟ يا سلام، جاء بعد إيه؟ بعد شوق. والمعاني كذلك، كلما كان المعنى محذوفا للتشويق وأتاك بعد شوق فإنه إيه؟ يثبت في النفس ويستقر. وهذا ما رآه العرب في كلامهم، إذا كان المعنى مهما وأرادوا أن يثبتوه لم يأتوا به من أول الأمر، إنما حذفوه أولا وثبتوه إيه؟ ثانيا. فالأولى للتشويق والثانية للتثبيت. نعم يا سيدي. أي قد طلبنا لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم فحذف المثل، إذ كان غرضه أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل، ولأجل هذا المعنى بعينه عكس ذو الرمى في قوله: ولم أمدح لأرضيه بشعري لئيما أن يكون أصاب معنى. ولم أمدح لئيما، إذا اللئيم مفعول ذكره مع الفعل الأول، ولم أمدح لئيما لأرضيه بشعري أن يكون أصاب مالا. اقرأ كده. الهامش هو لغيلان، غيلان هو لغيلان عقبة ابن عقبة المعروف بذي الرمة، يمدح بلال ابن أبي بردة. نعم. وبعده من ولكن الكرام لهم، ولكن الكرام لهم ثنائي، ولكن الكرام لهم ثنائي فلا أجزي إلى ما قيل قال. نعم. طب اقرأ بقى كلام شيخنا في شرح البيت. والضمير في قوله لذر، لا فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو أمدح في لفظ اللئيم. أمدح مفعوله لئيما. نعم. والثاني الذي هو أرضي في ضميره، ولم أمدح لأرضيه، إذن هذا الضمير عائد على اللئيم، إذن ذكر المفعول للأول ثم أعمل الفعل الثاني في ضمير المفعول. نعم. إذ كان غرضه إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحا دون غرضه إيقاع نفي المدح، لم أمدح على اللئيم، لأن المدح حتى ولو نفي عن اللئيم وهو قريب منه فإن الذي يسمع يفهم أن اللئيم قد يمدح مع أنه نفى المدح، ولذلك قالوا إن النفي لو تسلط على الفعل فإن الذي يقع عليه الفعل ربما يكون له هذا الفعل في بعض الأوقات، فلان هذا لم يذاكر، إذا لم يذاكر يعني بالأمس، إذا يفهم السامع أن من حقه أن يكون مذاكرا وهو فعلا يذاكر، لكن في الأمس لم يذاكر، إذا نفي الفعل يدل على ثباته في وقت آخر، نفي الفعل يدل على ثبوته في وقت إيه؟
في وقت آخر، ولم أمدح لأرضيه بشعري لئيما. إذن أوقع الفعل أولا على المفعول، ثم بعد ذلك حذف لفظه في الفعل الثاني. نعم. ويجوز أن يكون سبب الحذف في بيت البحتري قصد المبالغة في التأدب مع الممدوح بترك مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون على تجويز أن يكون له مثل. فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. نعم. هذا كله يعني فهم لأبيات الشعراء، ولذلك كان القرآن الكريم أوفى بالمعاني والمقاصد من كلام العباد. ولذلك حينما تأتي في المعنى التالي سترى كلاما رخيا سهلا، والمعنى تراه أمامك جاءك من الله عز وجل. نعم. وإما للقصد إلى التعميم في المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره، مع الاختصار كما تقول قد كان منك ما يؤلم. أي ما الشرط في مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان. قد كان منك ما يؤلم، قد كان منك ما يؤلم، وتسكت عن المفعول، يعني ما يؤلم كل الناس أو ما يؤلم كل إنسان. فأنت حذفت المفعول لأنك أردت أن هذا الإيلام يكون لكل أحد من الناس، أي إنسان يسمع هذا الكلام يتألم منه، فأنت لا تذكر المفعول لأن المفعول ليس واحدا ولا عددا معينا، إنه عام للكل. ولذلك تقول قد كان منك ما يؤلم، يعني أي إنسان يسمع كلامك يتألم. نعم. وعليه قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد. هنا نلحظ أن الله ذكر فعلين، وجاء بالفعل الذي معنا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، ذكر المفعول. لماذا حذف المفعول في الأول وذكره في الثاني؟ أن الفعل مختلف. عند دعاء الناس إلى الصراط المستقيم الله يدعو الناس كله. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الناس إلى مولاه يقول يا أيها الناس الله يدعوكم إلى هذا الصراط المستقيم. إذن ليس هناك تخصيص للدعوة بواحد أو بأكثر. لماذا؟ لأن الدعوة عامة، فإذا كان الفعل يعم كل الناس إذن يحذف المفعول والله يدعو، يعني يدعو إيه؟ دعوة عامة لكل الناس. لكن حينما يقول ويهدي، هل الهداية لكل الناس؟ لا، والله يهدي من يشاء. إذن لما كانت الهداية مخصوصة ببعض الناس ذكر المفعول من يشاء، وأما في الفعل الأول فكانت الدعوة إلى الله إيه؟ عامة. إذن عند التعميم يحذف المفعول، وعند التخصيص يذكر المفعول. يعني هناك واحد يدعو الناس إلى طعام، فهو لم يخص واحدا، إنما قال أيها الناس تعالوا للطعام، لم يقل محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا فلان. إذن الدعوة عامة.
لكن حينما تريد دعوة خاصة لزملائك فأنت تقول أدعو إبراهيم. لماذا ذكرت المفعول؟ لأن الدعوة ليست عامة، فعند التعميم يحذف المفعول، وعند التخصيص يذكر المفعول. أدعو إبراهيم، أدعو خالدا، أدعو فلان، أدعو فلانة. وهذا المعنى كان عند العرب. نحن في المشتات ندعو الجفل من باب الافتخار، الرجل يفتخر بأنه في أيام الشتاء والبرد شديد والناس يعيشون في الجبال والجبال حرها شديد وبردها أشد، فكانوا دائما يفتخرون بأنهم يطعمون الناس في وقت الشدة. نحن في المشتات أي في الشتاء ندعو الجفل أي الدعوة الواسعة التي لا تخص واحدا، نقول الناس تعالوا تفضل، تعالوا إلى هنا، هنا طعام وهنا شراب وهنا مقام. نحن في المشتات ندعو الجفل. ولذلك قال لا ترى الآدب فينا ينتقر، ينتقر يعني يخص، يعني الآدب أي الداعي إلى الطعام لا ينتقر أي لا يخص فلانا وفلانا، لما يدعو دعوة عامة. هذا يعني كله فهمناه من قول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، ولم يذكر المفعول لإفادة التعميم، ويهدي من يشاء لإفادة التخصيص. نعم، إلى صراط مستقيم. وإما للرعاية على الفاصلة كقوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. والضحى والليل إذا سجى يعني غطى، والضحى ساعة وهي التي تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا وقت الضحى. والليل عطف على الضحى، يقال هذا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، الضحى يعني النهار بدليل أنه قال والليل. وبعضهم قال إن ساعة في النهار تساوي الليل كله، يعني ساعة الضحى تساوي الليل كله. طيب، ما ودعك ربك، ودعك الكاف مفعول به، وما قلى حذف المفعول لأن التقدير ما ودعك ربك وما قلاك، ما تركك أبدا وما قلاك. إذا قلى فعل ماض وودع فعل ماض، الأول ذكر معه المفعول. طيب وما قلى لم يذكر معه المفعول، قالوا طيب لماذا؟ قال بعضهم لرعاية الفاصلة. ما معنى الفاصلة؟ يعني نهاية الكلمات في آخر الآيات، رعاية الفاصلة أي رعاية نهاية الكلمات في آخر الآيات، حتى تكون الفواصل أي نهاية الآيات على سمت واحد وعلى نظام واحد. لو قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك، ماذا؟ هل يكون قرآنا؟ لا 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 لا، لا يصلح. ولذلك قالوا لرعاية الفاصلة. ولكن أهل العلم لهم فتوحات، من الفتوحات أنه يقول هو حذف المفعول لأنه ذكره أولا، فاستغنى بذكره أولا عن ذكره ثانيا مع رعاية الفاصلة. يعني أنت لو أخرجت أكثر من سر
فإن السر يكون مع غيره في هذا المقام الواحد. إذن حذف المفعول لمجرد الفاصلة؟ نقول لا، للفاصلة ولأنه استغنى بذكره أولا عن ذكره ثانيا. نعم يا سيدي. وهناك أيضا إشارة إلى أن قوله ما ودعك يعني ما تركك، يعني هو معك على الدوام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة قلا بمعنى أبغض، قلاك يعني أبغضك وكرهك، فأراد المولى ألا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضميره مع هذا الفعل حتى ولو كان منفيا. يعني لم يرد المولى أن يذكر ضمير النبي صلى الله عليه وسلم مع الفعل حتى ولو كان منفيا. أستاذنا يسر زعير مرة ذكر هذا وقال أصل الفعل حتى لو كان مع النفي، فإن فيه شيئا يعود على صاحب الفعل. يعني مثلا تقول فلان هذا لا يلعب، أنت نفيت عنه اللعب، لكن فيه إشارة إلى أنه لعب قبل ذلك، وفيه إشارة إلى أنه يمكن أن يكون منه اللعب. ولذلك لما قال وما قال ولم يذكر المفعول العائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يحسن أن توقع الفعل على مفعول حتى ولو كان الفعل منفيا. واضح؟ يكفينا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، البركة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ألف بين قلوبنا، أجمعنا على طاعتك يا رب العالمين. لك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير.